اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا فيك. شو رايك بهالخبريات دكتور؟ عفوا قطعتك. لا الحقيقه لك الحديث عن الزهايمر كثير منتشر، وان كان تقديم الخبر رح يفكر الناس انه اي نسيان هو زهايمر، وهذا لا، الزهايمر هو نقص بقدرات العقليه للشخص. صحيح. مرتبطه بقصور بالدماغ. تماما. هلا نسيت مفتاح البيت، نسيت العنوان، كثير ناس بتطلع من بيتها اخ انا شو كنت رح اعمل اليوم؟ مزبوط. كون نسي، هذا اسمه تشتت انتباه، ولازم نميز بيناتهم. تشتت انتباه مرتبط بالتوتر العصبي، مرتبط بطبيعة الشخص، مرتبط ببعض الحالات اللي بيكون مارق فيها الشخص من إرهاق وإجهاد، بيقصر فيه التفكير عن تذكر التفاصيل معينة. طبعا. يعني انت ممكن تشوفي حادثة كاملة بس انت اساسا مخك موجود بمكان ثاني. مزبوط. فنحن هاي الفرق بيناتهم كبير، وإن كانت النصائح كتير منركز عليها وخاصة عند الكبار بالعمر، إنه يا حجي معلش حاولي تحفظي القرآن مو تقري فقط، يعني حاولي تعملي تمرني دماغك أكثر. ناس صحيح. بعضهم حاول لك عمو أنت عم تشوف الفيلم تحاول تفكر شو ممكن يصير، مو بس تحاول إنه بس تشوف حادثة أو وقائع. صحيح. طبعا هدول دائما نصائح دائما من أدمى للناس، والأهم هو طبعا أنه نبلش فيها بكير مو متأخرين. تمام. هلأ المشاكل العصبية شائكة وعديدة، وبتتميز بظهور ألم بجميع أنحاء جسم الإنسان كون الجهاز العصبي ممتد لكل الأعضاء، وطبعا التشخيص الصحيح والمتابعة أهم أسباب علاج جميع الأمراض وخاصة العصبية. لهيك اليوم رح نحكي عن اعتلال الأعصاب المحيطية يلي إلى أنواع ومضاعفات كثيرة. ممكن إهمال الموضوع يسبب مشكلة كبيرة وتتحول من شيء عرضي لشيء دائم ومزمن. لنعرف أكثر صار معنا الدكتور الاختصاصي بجراحة المخ والأعصاب دكتور تامر الأمير، ولكن قبل ما نبلش بالمحاور رح نروح نشوف شو بيعرفوا الناس عن المرض وشو عندهم أسئلة للدكتور بهالتقرير. اعتلال الأعصاب بتوقع أنه هو يكون في يعني مثل رجفان بالأعصاب أو بالإيدين أو يعني بأي شيء من قوم فيه، فمنحس أنه برجفان ومثل أنه توتر حتى، فما بعرف إذا هذا الشيء صح فكرتي أو غلط. شو يعني اعتلال أعصاب مضاعفاتها مثلا الأسباب وهيك شيء؟ أنه حابة أعرف عن هذا الموضوع. يعني الإنسان أنه أعصابه تعبانة. ايه نحن لازم نعرف انه شو اسبابه شو علاجه كيف فينا نبعد عن هاي الشغلات. مرض مزمن بيكون حسب العمر، حسب الشيوخه، حسب عدم التغذيه المضبوطه للانسان. يعني اعتلال الاعصاب هو التهاب، اتوقع التهاب او خلل بالاعصاب او خلل بالهرمونات. هلا الحمد لله انا ما في شيء معي، بس انه الدواء اللي عم تاخذه اكثره عم بيرخي او بينوم وهيك شيء. يعني طبعا دكتور بعد ما شفنا هالتقرير وشفنا أسئلة الناس بالشارع، فنحن خلينا نجاوب على هذا السؤال، شو المقصود باعتلال الأعصاب المحيطية؟ اعتلال الأعصاب هو مصطلح طبي واسع بيقصد أي خلل بيؤدي إلى سوء بوظيفة العصب. العصب المقصود فيه هو العضو اللي بينقل الإشارات الكهربائية من المحيط أو للمركز، وبنقل الأوامر الحركية من المركز إلى المحيط، فهذا اللي بنسميه نحن الجهاز العصبي المركزي بالمحيط عفوا. طبعا في بعض الاستثناءات اللي هي الأعصاب القحفية اللي بنحكي عن أعصاب العين، أعصاب السمعي، أعصاب المحرك للوجه. طبعا هي أعصاب قحفية وليست ما لا تصنف بأنها أعصاب محيطية. طبعا أي علة ممكن تؤدي لخلل بالوظيفة ممكن يؤدي إلى تسمية اعتلال الأعصاب. هلا الحقيقة هون في كتير خطأ وفي كتير مفاهيم مغلوطة عن الموضوع. مثلا بقول لك الألم هو اعتلال الأعصاب، الخدر والتنميل هو اعتلال الأعصاب، ظهور واحد منهم هو المشخص أو ظهورهم الاثنين هو المشخص. الحقيقة أنه لا، هذا المصطلح هو مصطلح كبير ممكن يشمل حتى الأعصاب الحشوية. نحن كلياتنا بنعرف أنه الكولون العصبي هل هو اعتلال أعصاب؟ هل هو اعتلال بالعصب المبهم؟ هل هو وجود مثاني عصبية هي اعتلال بالأعصاب؟ قطعا بعض الأعراض اللي بتترافق مع السكري ما بتكون بالأعصاب الطرفية ولكن بتكون بالأعصاب الحشوية، ولو أنه الأشياء هي إصابة الأعصاب الطرفية باليدين وبالرجلين، بس ممكن يتظاهر اعتلال الأعصاب عند مريض السكري لا بأعراض هي عن نحكي عن أعراض
حشويه مثل مشاكل بالتبول او مشاكل بالخروج بالغائط والبراز. هون نحن بنقول انه اعتلال الاعصاب كتعريف هو مصطلح واسع، مصطلح بحاجه نحكي عنه لحتى الناس تعرف عن شو عم نحكي، وليش في كثير ناس اساسا العلاج ما كثير بتتقبله، مثل ما قال اخر اخ مواطن انه نحن هذا الدواء عم يدوخ وما عم نستفيد منه شيء، لازم يعرف شو الهدف منه لحتى يعرف ليش نحن احيانا بنصر عليه. تمام دكتور، حضرتك تفضلت انه ممكن يكون مريض السكري عنده اعتلال اعصاب، ممكن امراض ثانيه تترافق باعتلال اعصاب، هذا بيعني انه اعتلال الاعصاب المحيطيه له عده انواع؟ هي لك نحن ممكن صنفه تسهيلا للدراسه الى عده انواع. يعني اول شيء اول تصنيف الاولي انه اعتلال اعصاب حاد او اعتلال اعصاب مزمن، اعتلال اعصاب حسي او اعتلال اعصاب حركي، هذا التصنيف حسب صفات الاعتلال اللي صارت. هلا نحن دائما نرتبط بالتهابات الاعصاب او اعتلالات الاعصاب من صنفة نحن كأطباء حسب المسبب، اعتلال أعصاب سكري، اعتلال أعصاب مثلا بالأورام الخبيثة، اعتلال أعصاب فيروسي، اعتلال أعصاب مناعي، كل سبب بيلحقه تسمية خاصة فيه لحتى نسهل على الطلاب حتى دراسته أثناء تدريس هذا الموضوع. صحيح. وبيرتبط فيه. هلا دائما دائما الأشياء والأكثر مشاهدة بين الناس هو اعتلال أعصاب السكري اللي بنلاقيه بشكل واسع طبعا، والشيء الثاني اللي ممكن يلفت انتباهنا هو اعتلال الاعصاب المحيطيه بسبب الانضغاط، واحد منها هو التهاب العصب الوركي اللي كثير ناس بتفتكر انه هي عندها او مرت بتجربه الم عصب وركي ولو لمره واحده، اللي هو عرق النساء. هو عرق النساء طبعا. طبعا لأي سؤال أو استفسار بخص موضوع حلقتنا لليوم حابين تسألوه للدكتور تامر فيكم تتواصلوا معنا على الرقم الرباعي 9342. أما هلأ دكتور خلينا نوضح للمشاهدين شو هي أعراض هذا المرض. هون بنيجي على القصة، نحن اعتلال الأعصاب بيرتبط بالجزء اللي صيب بالمرض، هون بتظهر الأعراض حسب الجزء وحسب شدة المرض وحسب المسبب كمان، يعني وهذا الشيء اللي بيخلي في كتير لغط حوالين الموضوع. يعني اعتلال الأعصاب إذا بنحكي عن اعتلال الأعصاب محيطية فقط بترافق أول شيء الخدر والتنميل المرافق، الشعور بإحساس غريب أحيانا لما بيكون في خدر وتنميل بس في عدم إحساس طبيعي بهي المنطقة، أحيانا تقل، عدم التحكم الكامل بالإيد بالرغم أنها ما أنا ضعيفة، يعني شد إيدك أو ترك إيدك الإيد موجود فيها القوة بس ما في تحكم كامل بالإيد بالحركات الدقيقة. ممكن يظهر عنا في المرحلة الثانية هو الألم، الألم أو الشعور المؤلم جدا بسبب إصابة العصب، وهون كمان في لغط كبير، هل هو السبب بالعصب نفسه أم هو سبب مجاور عم ينبه العصب بهي الدرجة المؤلمة. بس من أهم الأعراض اعتلال الأعصاب هو ظهور الألم، وعادة الألم مرتبط بالانضغاط الميكانيكي أكثر ما هو مرتبط بالاعتلال العصبي الناتج عن آلية مناعية أو آلية بنسميها آلية استقلابية مثل السكري. هلا بيجي عندك كمان من الأعراض اللي مرتبطة بوظيفة العصب هي الأعراض الحركية، ضعف بالإيد، ضعف بالرجل، ضعف بحركات بعض العضلات الناتجة عن أزية هذا العصب، والحمد لله أنه هي بتكون بالمراحل المتقدمة وفي حال إهمال هي الأعراض اللي كانت قبل. طبعا في شغلة كتير ناس ما بتعرفها أنه اعتلال العصب قد يترافق مع أعراض تسمى أعراض اغتزائية. شو يعني أعراض اغتزائية؟ يعني مصطلح شوية هيك غريب. صحيح. أعراض لها علاقة بنضارة المنطقة، يعني بتلاقي الطرف المصاب بي مثلا مريض اللي عنده قدم سكرية أو اعتلال قدم سكري بتلاقي عنده جفاف بالبشرة، ضمور بسماكة الجلد، غياب بالأشعار في الرجل المصابة باعتلال العصب. صحيح. ليش؟ لأنه صار في سوء دوران على مستوى الأوعية الدقيقة وما عاد يوصل الغذاء والفيتامينات والأكسجة للأنسجة المحيطة بما فيها العضلات، بما فيها العظم، بما فيها الجهاز العصبي. تماما دكتور، نستقبل أول اتصال معنا لليوم. معنا شهد من دمشق، يمكن راح الاتصال. اوكي هلا معنا اتصال ثاني كمان، رشيد من دمشق. الو رشيد عم تسمعني؟ اهلا وسهلا فيك. العافية. الله يعافيك يا رب. ممكن تسمعني من السماعه مو من التلفزيون؟ سامعك هاي من الهاتف. اهلا وسهلا، تفضل شو سؤالك؟ الدكتور عم يسمعك.
دكتور انا نتيجه حمل وزن ثقيل صار معي فتق بالنواه اللبيه. نعم. هلا الدكتور اللي كنت عنده ما نصحني اني اعمل عمليه جراحيه، قال لي هذا ممكن يكون اخر حل. الدكتور لما بقعد انا اكثر من 5 دقائق يعني عندي بصار في خدر بالرجلين. يعني بدي اكثر من 10 دقائق وانا دلكهم لحتى اقدر اوقف او امشي. نعم. يعني ممكن يكون في شيء تمارين او في شيء علاج ما عدتك لهالحاله. طيب. هلا الاخي رشيد نوه لنوع من اعتلال الاعصاب اللي قلنا عنه اللي هو عرق النسا اللي نحن حكينا عنه. انضغاطي. هلا لك في كثير ناس بتقولي له معك التهاب عصب وركي بيقول لي اخ الحمد لله ما معي ديسك. او مثلا او معك عرق النساء آه الحمد لله طمنتني دكتور معناته ظهري سليم ما فيه شيء. لازم ننبه هون انه التهاب العصب الوركي او الالم اللي حاس فيه الاخ رشيد هو الم نتيجه تخريش احد الجذور المشكله للعصب الوركي وهي بتؤدي لالم عصب وركي. هي التخريش قد يكون سبب انزلاق، قد يكون سبب كسر، والاشياء انه يكون بسبب وجود انزلاق غضروفي او ما يدعى بالعاميه بالديسك. تمام. طبعا السؤال كان انه ما نصحوني اعمل عمل جراحي. هلا لنقول باستطبابات العمل الجراحي ولو انه الناس ما رح تسمعني هلا لانه بالاخير رح تكون السؤال يعني ما بدنا نعمل عمل جراحي. استطباب العمل الجراحي هو انه يمضى على علاجنا المحافظ المقصود فيه الادويه والابر والراحه بالسرير 3 أسابيع بدون فائده. لانه بعد 3 أسابيع بصير الادويه اللي عم ناخذها عم تعمل تاثير سلبي على الجسم اكثر من التاثير الايجابي. 2 انه يكون في ضعف بالمنطقه المعصبه بهذا العصب، وهذا بيدل على انه صار عندنا اذيه بالالياف الحركيه للعصب. هون صار استطباب الجراحه واللي هي هدفها الاساسي تحرير هذه الجذور المنضغطه وليس اعاده العمود الفقري مثل ما كان. تمام. هذا كثير خطا شائع. طبعا هون انا بدي جاوب الاخ المواطن، اذا كان ما عندنا ضعف ونحن عم يصير عندنا الم بعد جهد ميكانيكي مثل ما قال انا عم اقعد 5 دقائق فبيصير عندي وجع وبدي فتره، اذا كان الفحص السريري سليم وكان ما عندنا ضعف ابدا ممكن نعطي فرصه لشيء اسمه علاج فيزيائي اللي هو بيتضمن الشد القطني وارخاء العضلات في محاوله لتخفيف من الانزلاق الغضروفي. في حال فشل العلاج الفيزيائي هون لازم نراجع طبيب جراح لتقييم الجراحه لانه بيكون بالرغم من كل الشائعات الجراحة بكل آثارها الجانبية هي أفضل على المدى البعيد من أنه يصير عندنا أذية عصبية واعتلال عصب دائم. تماما. تمام. معنا اتصال ثاني. ألو. ألو. علي من حمص، أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك دكتور. أهلا وسهلا، تفضل. الله يسلمك دكتور. في الوالد عندي أنا صار معه توقف قلب مفاجئ أدى لاعتلال أعصاب سبب نقص الأكسجين. نعم. ما في اي ادويه عم تساعد، لا مرخيات عضليه ولا منومات ولا اي شيء دكتور. طبعا فتلنا كثير اطباء عصبي بسوريا كلها. عفوا بس هيك موضوع بده معلومات واضحه، عند المريض في سكري وفي ضغط قديم؟ لا ابدا ابدا، ما في اي امراض غير الامراض القلبيه اللي ادت لهي الحاله. طيب حاليا المريض اذا عنده هياج، تخليط ذهني، سوء قدرات عقليه لنقول. تمام. عم تحكي على الوعي قصدك؟ في وعي خفيف بس ما عنده تمييز للمحيط لحتى نكون في عنده واضحين. تمييز احيانا بيكون في تمييز دكتور، احيانا بيكون في تمييز. تماما، يعني بلحظات معينه وقت الراحه بيكون في تمييز دكتور. اذا نحن عم نحكي هلا عن تراجع قدرات عقليه بسبب اذيه بنقص الاكسجين، حقيقه لك اخي المواطن هون هاي الأذية أذية للأسف دائمة لأنه الخلية العصبية خلية نبيلة ولا تجدد. نحن هون بهاي الحالة بيكون هدف العلاج أولا المحافظة واستعادة ما أمكن من الوظائف الدماغية، 2 تقديم العلاج التمريضي وتحريض النشاط الدماغي بأساليب العلاج الفيزيائي. اما وجود دواء معين بيأهب، في كثير ادويه مختبريه لساتها تحت الاختبار او حول تحريض بعض الانزيمات في الدماغ لتطور بعض الخلايا،
بتنشط بعض الخلايا. هون في كتير خطأ انه نحن عم ناخذ دواء لحتى يجدد الخلايا، لا صحيح. هو تنشيط بعض الخلايا الخامدة اللي أساسا ما بتكون عم تشتغل وظيفة طبعا. لا تساعد بوظيفة الدماغ اللي راحت بس، ولكن للأسف يعني النتيجة لحديت هلأ ما كانت كتير مثل ما نحن بنتمنى من استعادة تامة للوظائف الدماغية. بدنا نتعامل مع الوضع تعامل تمريضي، تعامل طبي وتعامل اجتماعي طبعا، لأنه أهل المريض طبعا هن المنوط فيهم هي المهمة بهيك حالات. تمام دكتور. هلأ كمان معنا اتصال علي، عفوا عمر من ريف دمشق. ألو. أهلا وسهلا عمر، ممكن تسمعني من السماعة؟ تفضل الدكتور عم يسمعك. ألو. أهلا وسهلا، تفضل شو سؤالك؟ يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. الله يخليك. أنا هلأ قبل شوي انقطت الكهرباء مشان نسمع الإجابي. أكيد تفضل الدكتور عم يسمعك، اسمعني من سماعة التليفون. الله يسعد مساك. أهلا وسهلا، تفضل حبيبي. دكتور أنا عمري 63 سنة. نعم. أنا صار معي التهاب سحايا من 60 سنة، يعني صار أثر على نظري، صار معي ضمور بالعصب البصري. نحن عم نحكي من 60 سنة الإصابة، يعني كنت في مرحلة الطفولة. والله صوته ضعيف ما عم بسمعنا. عم أقول لك أنه كنا من مرحلة الطفولة صارت الإصابة بالتهاب السحايا. ورحت على أطباء وكذا، بس حضرتك قلت أنت العصب البصري أو السمعي ما هو بالأعصاب المحيطية أو المركزية. لا نحن عم نقول العصب البصري والسمعي هو يصنف من الأعصاب القحفية أو أعصاب الجهاز العصبي المركزي وليس الأعصاب المحيطية. بس يعني شوفي لك هيك نصائح، أنا يعني نظري كثير ضعيف يعني بالنسبة للعصب. نعم. فيتامينات مثلا ممكن بترمم العصب شو؟ نعم. شو في نصائح هيك؟ حضرتك صار معك استسقاء بعد وركبوا لك شي جهاز؟ نعم. صار معك شي استسقاء دماغ بعد التهاب السحايا؟ أنا كان عمري 3 سنين ما بيوع. نعم. هالأمر هذا نهائيا. يعني ما عندك مركب جهاز أو مركب شيء؟ لا لا لا. نعم نعم نعم. طيب هلا الأخ بدي أنصحه نصائح عامة لأنه صعب نحن نحكي على معالجة مخصصة لهيك حالات. صحيح. هلا أول شيء التهاب السحايا بيؤدي إلى عقابيل، وإحدى العقابيل ارتفاع التوتر وارتفاع الضغط جوات الدماغ، وهذا الارتفاع ممكن يؤدي لأذية بالعصب البصري، وهي الأذية للأسف بتكون دائمة لأنه ألياف الخلايا العصب البصري كتير حساسة، وأي وزمة فيها ممكن تؤدي لتخرب دائم فيها. هلا للأسف مع العمر الإصابة كانت موجودة عند المريض من عمر 3 سنين، وفي نظريات متعددة طبعا ما فيني أنا أحكم أي نوع من الآليات المرضية اللي أدى لضعف العصب البصري عنده، هل هو ارتفاع التوتر ولا الأذية المباشرة بسبب التهاب السحايا وغمض العصب البصري حوالين العصب. بس ولكن بالحالتين المريض قدر يعيش خلال 60 سنة بحياة وظيفية وبلش يعاني مجددا من أنه عم يتراجع العصب البصري. هون أنا بنصح أنه أول شيء لازم يتم تقييم العصب البصري بشكل كامل لوجود أزيات حديثة مثل المي ما يدعى بالساد أو المي البيضة بالكلام العامي، أو اعتلال الشبكية اللي ممكن يترافق ببعض الأمراض الخاصة بالعصب البصري، أو في حال ضمور العصب البصري نشوف ضمور بحليمة العصب البصري وبيبلش يتراجع العصب أو الرؤية بشكل كبير عند التقدم بالعمر أو عند الشيخوخة. فأنا بنصح أول شيء يتشخص المريض منيح عن طبيب العينية بعد دراسته بشكل كامل، ممكن يصير في تشاركية مع طبيب العصبية أو طبيب الأعصاب لحتى يتقدم نصائح للمريض حسب الإمكانية وحسب الإصابة اللي موجودة. تماما. طيب دكتور خلينا نحكي شوي عن الأسباب، هل هي ظاهرية أم غير ظاهرية؟ هلا هون نجي على المدى الواسع. طبعا احنا قلنا أنه الأسباب ممكن نبلش فيها من الأسباب الشائعة واللي هي الاستقلابية، يعني المرضى اللي عندهم سكري، المرضى اللي عندهم اضطرابات بالغدة الدرقية، هن الأشياء على أنه يعانوا من أعراض اعتلال الأعصاب. في أسباب تانية هي الأسباب الوراثية أو الأمراض اللي بتصيب الاعتلال أعصاب وراثي، وقد لا يكون وراثي بمعنى أنه الأب عنده هي الإصابة فالابن رح يصير، لا يعني تتظاهر بشكل حسب الخريطة الوراثية للمريض، ممكن تتظاهر ممكن لا. فبعض الناس بتتظاهر عندهم اعتلالات أعصاب
وراثية أساسية بتاخذ سير معين حسب السن وحسب النمط المصنف فيها. في اعتلال الأعصاب اللي مثل ما حكينا سببه مناعي، واللي أشهره هو جيلان باري اللي نحن بنعرف مريض بيقرب أو تعرض لرد شديد وبعد منها بتبلش عنده آلية اعتلال أعصاب شديدة محيطية من المحيط إلى المركز. يعني بتلاقي بلشت بمشط القدم، بلش يطلع للساق للركبة للفخذ وهكذا مع ضعف وممكن وبدرجات مختلفة. هون السبب مناعي، صار تشكلت الضاد ضد المحاور العصبية فصارت تهاجم المحاور العصبية وتؤدي لأذية فيها، وهي أحد أشهرها هو الجيلان باري. في أحيانا اعتلال الأعصاب اللي سببه فيروسي مثل زنار النار اللي كلياتنا هو الأشيع بالنسبة لنا زنار النار، صحيح. اللي هو سببه فيروس الحلق البسيط بعد ما يتركز بعقيدة وبعدين يرجع ينشط حاله في حالات ضعف المناعة. وفي الإصابات اللي مثل اعتلال الأعصاب الناتج عن بعض الفيروسات أو الحمات الراشحة. هلا هون ممكن نقول انه هي سبب بعض الحالات آلية مناعية وممكن يكون سبب الإصابة المباشرة. لسه في كثير جدل عن حول الموضوع، وأشهر هي الإصابات اللي صرنا نشوفها وين بكورونا، سواء غياب الشم غياب الذوق. بتعرفي انت بهي القصة صار في خلط كثير انه لا هي سبب اضطراب المناعة، لا هي سبب توضع الفيروس بالزهارة الشمية او وصولها للبصيلات اللي موجودة بالبصل الشمية. صار في كثير خلاف حول الموضوع، وممكن كمان حتى في القريب العادي نلاقي في اصابات بالزهارة الشمية وغياب الشم والتذوق. وببعض الحالات شفنا اصابات اعتلال اعصاب محيطي واحيانا مزمن. يعني هلا في كثير ناس سواء اخذوا اللقاح ولا انصابوا بالها صار عندنا في عندنا الام مزمنه. هل هي صحيح. الام بالاوتار، الام بالعضلات، ام هي الام بسبب اعتلال اعصاب بالرغم انه التخطيط الكهربائي دائما عم يجي سلبي عند هدول المرضى، بس نحن عم نلاحظ وجود اعراض مرتبطه بهذا الموضوع. وقيل ببعض النظريات انه سببها خسارات دقيقه في الاوعيه المغذيه لمحاور الاعصاب. طبعا في اسباب الاشياء اللي احنا بنتعامل معها كجراحين اعصاب هي اعتلال الاعصاب اللي سببه الانضغاط الميكانيكي، سواء الكسور ام انضغاط العصب الناصف بقيد القابضات او انضغاط الاعصاب المحيطيه بمرورها ببعض الميزابات التشريحيه او الأشياء اللي هو الانزلاق الغضروفي أو الديسك اللي ممكن يضغط الجذور العصبية وبالتالي يؤدي لاعتلال عصب محيطي. تمام دكتور، بالإضافة للقصة السريرية أو الفحص السريري للمريض، كيف نحن ممكن نشخص اعتلال الأعصاب المحيطية؟ هلأ لك الحقيقة نحن دائما إذا بدنا نقول إذا في اعتلال أعصاب أو لا، هو التشخيص الحقيقي بيصير بالتخطيط الأعصاب. هلأ كثير ناس تقول لك تخطيط الأعصاب، وفي ناس كتير هلأ بتسمعنا تخطيط الأعصاب عنده طبيعي بس بيقول لك أنا عندي اعتلال أعصاب. تخطيط الأعصاب المحيطية بيدرس الوظيفة المحيطية للعصب. تماما. ببعض التدقيق أحيانا ممكن ندرس الجذور العصبية، مشان هيك المريض اللي معه ديسك ممكن يجي تخطيط أعصابه طبيعي إذا نحن عم ندرس فقط الناقلية الكهربائية للأعصاب المحيطية. طبعا. هون ممكن إذا الفحص السريري بتماشى مع أعراض عصبية نقول لا نحن ندرس تخطيط العضلات، ندرس بعض الموجات الكهربائية المعينة مشان نشوف إذا في أزية بالجذور العصبية أو بالظهر، يعني بما معناه مشان نعرف إذا في اعتلال بسبب انضغاط الجذور الكهربائية. إذا تخطيط الأعصاب هو جزء كتير مهم من دراستنا لهذا الموضوع، هو كثير بشخص لي هل هو اعتلال أعصاب حسي حركي، هل هو بأي مرحلة مزمن أم حاد، هو كثير بيعطيني معلومات عن الموضوع. بعد منا ممكن نحن نشوف شو السبب، نلحقه بدراسة مثلا بالمرنان، نلحقه بدراسة بالطبق المحوري لمتابعة وجود أزية معينة إذا نحن عم نحكي على سبب عصبي موجود في الظهر. هلا ممكن يلحقوا بزل سائل دماغي شوكي او بعض التحاليل المخبريه اذا نحن شاكين بموضوع اعتلال استقلابي او اعتلال مناعي لحتى ندرس الموضوع. تمام. هلا كثير في خلط وضياع كبير بين المرضى، طبعا نحن لانه
تعرفي مريضنا بده يجي لعند طبيب الأعصاب حسب هو ما بيحس، ما هو موجه من حدا معين. صح يعني صحيح. ما هو مدروس من حدا طبيب عام أو طبيب أسرة وموجه لعنا، لا هو حس بألم بإيده ممكن يعتبره التهاب أعصاب، حدا حس بخدر وتنميل مهما كان السبب ممكن يراجع طبيب العصبية ويفتكر أنه هذا التهاب واعتلال أعصاب. حقيقة الفحص السريري والتدقيق بالقصة هو الأساس في بلدنا قبل ما نبلش بطلب الاختبارات والفحوصات الثانية. كثير من الناس بيقول أنه أنا ما دام عندي خدر وتنميل بيكون جاء لعند طبيب العصبية، طبعا أخذ إبر الفيتامينات اللي خلاص صحيح. عندي خدر، عندي شك أنه مشكلة بالعصب هاخد إبر الفيتامينات ما تحسنت ممكن راجع الطبيب هون. طبعا للأسف بيكون مشكلته ما لها علاقة بالأعصاب المحيطية، ما لها علاقة بالجهاز العصبي أساسا، بجوز يكون عنده توتر عصبي، موضوع نفسي، شدة نفسية معينة، رفعت بعض الهرمونات في الدماغ فصار المريض عم يحس في خدر وتنميل بإيده، بس هو أساسا ما في مشكلة بالأعصاب الطرفية، مشكلة هي سبب بعض أنواع المواد الكيماوية اللي ارتفعت بهالشدة النفسية اللي عنده في الدماغ وبلشت تظهر عنا خلل بهي الوظيفة وبلشت تظهر هي الأعراض. تمام. طيب دكتور بما أنه الوقت عم يداهمنا خلينا هيك بشكل سريع نذكر علاج هذا المرض، هل هو ممكن يكون بالأدوية أو جراحة؟ هلا الحقيقة لا، طبعا بأكثر من 99% من الحالات هي بالأدوية. هون بدنا نحكي بس كلمتين هيك على السريع، لأنه مثل ما سمعتي أنه نحن هذا الدواء مجرد نحن عم ندوخ منه من دون فائدة. حقيقة باعتلال الأعصاب أول شيء بدنا نعمله هو نعالج السبب، إذا تم تشخيص سبب سكري بدنا نضبط السكر، مشكلة بالغدة بدنا نضبط الغدة، في ديسك بدنا نعالج الانضغاط اللي موجود، في اعتلال مناعي بدنا نحاول نصلح الحالة المناعية للمريض سواء بالفصادة بأدوية مثبطة للمناعة وهكذا. اثنين، نحن ما عندنا دواء بيعيد تشكيل العصب. صحيح. نحن عندنا أدوية تغذي العصب وهي في فرق بيناتهم. يعني أنا ما عندي دواء يحرض العصب على النمو، لا أنا عم أوفر له التغذية والجو المناسب للعصب لحتى يرمم نفسه. يرمم نفسه، صحيح. هون نحن دائما بهذا الموضوع بده وقت. ترميم العصب وبناء غلاف العصب أو الاستطالة العصبية سواء هي الأذية هون ولا الأذية هون بده وقت، بهذا الوقت نحن كتير ضروري عنا أنه نخفف من معاناة المريض، لأنه معاناة المريض ممكن تدخله بحالة نفسية والحالة النفسية ممكن تسيء لدماغه وهذا ممكن يسيء لكل علاجه، تصير بحلقة مفرغة. هي هاي القصة بدنا نكسر الحلقة المفرغة، فهذا بيعود تقديره للطبيب بإعطاء بعض الأدوية اللي بتغيب. وكثير ناس بتقراها بتقول ليش عاطيني مضاد اكتئاب، ليش عاطيني معدل مزاج، ليش عاطيني دواء للصرع. نحن ما بنستخدمهم بهذا المجال، نحن بنستخدمهم بتعديل الشعور بالألم، بتعديل الشعور بالاضطراب العصبي، بتعديل الشعور بالشواش الحس اللي موجود لحتى نكسر هاي الحلقة ونشتري الوقت أو نعطي الوقت اللازم للمريض لحتى الجهاز العصبي يرمم نفسه. تمام دكتور، أهلا وسهلا فيك وشكرا كثير لوجودك معنا لليوم. شكرا لكم.